انتوا رايحين تقعدوا هنا قد ايه؟ دايوز. طب بقول لك ايه، ما تيجي نزود يوم كمان ونبات بالمره. نبات اوكي، بس هسال سول اول لو وافقت. بيس ايه اللي هسال سول؟ كل حاجه هنسال ماما، هنسال ماما، ما بناخدش القرار من دماغنا ابدا. ده عادي، لازم اسال ماما لان الفلوس دي بتاعتها. طيب انا بقول لكم ايه، انا عملت دماغ في المصحه انا ما عملتهاش بره قبل كده. الراجل ده الاستفاض بتاعته always on fire. النضارة فيها حاجة ولا ايه؟ هل عامل نضارة ولا يا باشا؟ اوكي ما تغلاش عليك يا راشا. حبيبي يا باشا. بقول لك احنا كده بقالنا 3 شهور بناخد منك صح؟ بس بصراحة الحاجة اللي معاه كتير. بقول لكم ايه؟ بما ان حاجة بقى بتعمل لكم دماغ وحلوة كده، انا ليه عندكم خدمة صغيرة؟ خدمة؟ 5-6 تلفونات لاصحاب كل اليوم في الحلوة كده يعني، ظبطوني يعني. ايه ده يا راشا؟ انت عبيط ولا ايه؟ ليه يا باشا بس؟ لا صح، انت شكلك عبيط عشان تطلب مننا ان احنا نشتغل معاك ديلرز. لا يا باشا مش كريم، احنا جايين نقضي ديوس مش عايزين نكد. انا اسف يا باشا، والله ما اقصد باصد ديوس. ما ضيق يو، انا ماشي يا جماعه، انا ماشي خلاص. كريم اقعد، ايه التمثيل ده؟ ايه يا جماعه، انت هوبلي يا جماعه، اشتغل ديلر يعني؟ ما يقصدش الكلام اللي جه في دماغك يعني كريم. خلاص يا راشد، اللي انت عايزه هعمله لكم من النهارده كمان. اهدى بقى. انا اسف والله يا كريم باشا، حقك عليا، امسحها معلش. اوكي تمام، انا مش هعمل كده. خلاص يا كريم، طيب خلاص خلصنا بقى. anyway يا راشد، you are not important at all. والله حاسس كلام صح يعني. هات النضاره دي كده. خلاص بقى يا كريم بقى. تقلل لك شويه بس عشان الخشب ينعم معاك، وشاهل شويه عشان لسه في حتتين قدامنا عايزين نلحق نخلص من النهارده. الله ينور. بس تيجي تقعد معاني شوية أعرفك على صاحبتي يا جمال. ومال؟ روان راشد. أهلا. وأنت منين بقى؟ أنا من كل حتة. بما إن إنك بتبيع يبقى أنت أكيد بتشد. لا خالص. معقولة؟ مش بيقولوا طباخ السن بيدوق؟ أنا كيف حاجة تانية خالص. بقول لك إيه؟ لو حبيت آخد منك بضاعة وأبيع لأصحابي عشان نعمل فرق، ينفع؟ يعني عايز تطلعي كيفك ببلاش يعني، وماله عادي. حلو جدا، تسهر عندي بقى الليلة دي ونتكلم في التفاصيل أكتر. وماله؟ هنعيشك ليلة ولا شهريار؟ تمام. وأنت بقى كده متجوز ولا إيه؟ لا خالص. بس كنت متجوز واحدة وتفشت مني، فاتجوزت أختها عرفي اللي هي أصلاً متجوزة ابن عمي. صح، مش عم يضحك والنبي. على روي، لما كنت بعمل حكاية أجيب الجنيه من البداية، إيديا بتحرقني عشان انا لسه صبي. النص بتاعي قال لي كده، بس قال لي بكره ايديا هتنشف وابقى راجل. طب خلاص بقى علي، انت هتعيط ولا ايه؟ اعيط؟ عينيا لو دمعت هخزقهم، بس انا صعبان علي نفسي. سيبني في حالي، سيبني سيبني يا خلف، سيبني. ما ترد، هتصحى كده وترد. رد يا اخويا بيزن. الو
مين؟ ايوه انا راشد. مين يا عم؟ ايه يا عم، هما تجار المخدرات ما بيناموش؟ مش من الكوكب؟ اقفل يا عم، مفيش. اقفل اقفل. ايه ده؟ قفلت السكة ليه؟ مش يمكن رزقة؟ اطلبه كلمه يلا. ايه يا باشا، معلش، هو مين معايا؟ انا اسف يا باشا، معرفش والله، اسف، بيصحوني من النوم ببقى غلط والله، معلش يا باشا، انا اسف، حقك عليا. اه ده حبيبي، حبيبي يا باشا، امرني. شالك ده ايه؟ كوكايين؟ لا بس اوجده. هو قال لك بكام؟ الجرام اللي هو كان مصري هرس ودمني لألفين ونص. لا يا باشا مفيش مشكلة، انا اوجده طبعا، اوجده واكلمك يا باشا. سلام سلام. هرس امسك. حاسب ايه؟ هو ايه ده يا اخويا بألفين ونص؟ تشارلك. شارلك ده ايه؟ الكوكايين. اه وانت هتشتغل فيه؟ اه ليه لا؟ طب يا اخويا ما نبشبش على روحنا، ما انت معاك 140 الف زغلول. يا ولية يا حزان، نعمل ايه؟ نوقف بيع ونقعد ناكل ونشرب بيهم لحد ما يخلصوا، وبعد كده نقعد ننطم؟ لا تنضف، تبان عليك النعمه، تغير العده المعفنه دي. الله، امال عايز تعمل ايه؟ عايز اجمع قرشين كده على بعضيهم. خلاص بقى، اجمع قرشين على بعضيهم كده يبقى معانا مبلغ نعمل بيه اللي احنا عايزينه. هنشتغل في المخدرات يعني؟ ليه لا؟ يعني انا كنت عايزه اتوب. لا يعني نمشي في العدل. لولا انت تهفتي تنافكك، الكلام ده بيطلع منك انت. الفلوس دي تلف مخدرات ماشي، تلف سلاح، نجمع مبلغ على بعضيه كده نعمل اي حاجه في خيالنا. وان شاء الله لما تلم الفلوس كده هتعمل بيهم ايه يا سيد الرجاله؟ هقلب الدنيا على عصريه. قلبي لا مش قادر استحمل. شوفوا ليه؟ قال هيدور على عسلية. قال اه هدور عليها، هقلب الدنيا عليها، مش هخلي حتة في البلد غير لما ادور عليها فيها، وهلاقيها وانا هغلب، يبقى معايا فلوس كتير ومعارف كتير، اعرف اعمل اللي انا عايزه.
شايفه جوزك يا مطارق؟ هو صحي؟ صحي بس باين عليه دافي شوي. خد خلاص خلاص خد. يا روحي انا انت سخن يا حبيبي. ده حتى وشه في حراره. ايه عملت له كراوي ولا ايه؟ عملت له كراوي. تعال يا رحمامي تعال. يلا خد يلا حيد. ما يبقاش قلبك خفيف يا جدو. لازم نخنع للدكتور يا طارق. حاضر يا حبيبتي، بكره اول حاجه نعملها ناخده عند الدكتور. لا بكره ايه حبيبتي، انا مش فاضي النهارده خالص. خلاص هروح بتاكسي. خلاص خليك انت، انا هفضي له وقت واخده واديه للدكتور حبيبي. دلعه ايوه دلعه. ما كنتش بتدلعني انا كده يعني. كراوي انت ما كانش ينفع تدلع، انت كنت كشر وانت صغير. ايه اتولي انا اللي هروح معايا عشان انا عايزه اجيب له حاجات كتير في عيد ميلاده. انا تروحي معاه ايه؟ هو كحه فين القديم عجبه؟ لا انا اللي هروح معايا، بس مش هناخد تاكسي. خلاص يا ستي انا هروح الشغل بالعربيه وابعت لكم العربيه مع اي سواق يوديكم. حلو قوي، يبقى انا بقى هقعد اعلق زينه عيد الميلاد. أيوة. كل سنه وانت طيب يا صغنن. تعالى بقى تعالى، ما انت هتروحي معايا زينه انا اشبع منه يعني. ايه ودي شفت وادي يستاهل الدلع مش انت؟ فاكره ما حدش كرني بيه لغايه ما انت ظهرتي. لا حرام عليك يا بابا شاهين. والله النفس الحلوه ليها الجنه. اتوقع خد يا ستي. ايوه شاهين بص السينا هو قاعدين نستنى بص البالونات الحلوه. هو انت بعت مين؟ كل ده عشان شاهين سواق جديد. طيب احنا طالعين اهو. يلا سلام سلام سلام. ايه يا روحي؟ ايه يا حبيبي؟ ايه يا حبيبي؟ هو لسه سخن؟ مش زي الصبح، بس برضه ناخده عند الدكتور عشان بالليل ما يسخنش. طب يلا السواق واقف بره. يلا بينا. ايه ده انا نسيت شنطتي، هطلع اجيبها واجي. انت عايزه شنطتك بس في ايه دلوقتي؟ ما هو طارق عارف ان انت معاه، لو رن لك وما رديتيش عليه هيتصل بيكي على موبايلي. يلا نلحق الدكتور. فيها التليفون وفيها المحفظه. يا حبيبتي يلا. ماشي ماشي يلا بينا. يلا يلا يا روحي، انا هنروح مشوار. يلا يا بنتي وقفتي ليه؟ يلا يلا هتاخدنا مداري الحبشي، عارفه؟ عارفه يا فندم عارفه. انت اسمك ايه؟ عبد العزيز يا فندم. رشد اللي انا هعرفك عليه دلوقتي هو ده الديلر اللي بيجيب لي هيروين بقاله كتير قوي. وما تقلقيش يعني انا عارفاهم ودخلت بيتهم وناس ولاد بلد وجدعان ومش هيعملوا اي حاجه. ها طيب رشد. سمر رشد. اهلا وسهلا. فتون. اهلا يا حبيبتي. اهلا يا اختي. بسم الله عليك. الهالم اعرفها بقالي كتير جدا واكتشفت بالصدفه انها بتعرف تجيب كوك. ده انا بقالي اكتر من سنتين داخل على الكوك ده مش عارف اجيبه لحد ما الست هانم قالت لي عليكي. يعني انتوا عايزين تعرفوا السورس عشان تديروا معايا في البيزنس؟ وماله يا حبيبتي؟ ليه بزنس؟ مش كده يا اخويا بزنس؟ شارلي بيجي من بره مصر واللي بيجيبه انا ما اقدرش اقول لكم عليه. ولا يا راشد مين شارلي ده؟ بعدين بقى يا ستي ما تقولناش عليه، بس انت قولي له بس في ناس عايزين ياخدوا كميه وهم هيشتغلوا فيه. خلاص اوكي. جبت خلاص يا حبيبتي، مع الله الرسول الا البلاغ. اسم الله عليكي. اوكي انا همشي، باي باي. طب استني طيب هجيلك يا رشد. ها رجع لك تاني. استنى ماشي. اللي احنا فيه ده هو ده في مصر يا اخويا؟ مين دول؟ تعال بس تعال.